بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. بعد ما حكينا عن الأوبريتورز أو بعض الأوبريتورز بتاع النصوص في بايثون، راح نحكي بقى عن البايثون ميثودز، مجموعة الميثودز اللي بتتعامل مع مين؟ اللي بتتعامل مع النصوص في بايثون، واحنا عرفنا يعني ايه ميثود ويعني ايه موديول والكلام الجميل ده. اول ميثود راح نستخدمها او راح نحكي عنها هي الميثود اللي اسمها كاونت. كاونت دي ليها كام برامتر؟ في الاول كده ليها 3 برامترات، اولهم البرامتر sub، تانيهم برامتر اختياري start، واخرهم برامتر اختياري end. وانا ما فهمتش هي بتشتغل ايه، انا هفهمك هي بتشتغل ايه، بس كان لازم اكتب دول. اولا الكاونت دي، الداله دي، او خلينا نقول الميثود دي، دي بترجع رقم. الرقم اللي بترجعه بيمثل عدد المرات، ها، عدد المرات اللي فيها تم ايجاد النص اللي انت حطيته في البرامتر اللي اسمه صب. يبقى النص اللي انت هتحطه هنا، ها، اللي هيحصل بايثون هتحاول تدور، او الداله كاونت هتحاول تدور علشان ترجع العدد، يعني الرقم ده او الحرف ده اتكرر كام مره. ده بالنسبه للبرامتر صعب. الستارت ده بيكون انا ابتدي لك من فين، والبدايه يعني اولي بيكون فين، والاند ده النهايه بيكون عباره عن فين. والاثنين دول طبعا طالما بدايه ونهايه دول بيكون عباره عن ارقام، انت عدد ارقام. لكن الصب ده بيكون عباره عن ايه؟ ده بيكون سترينج، فبالتالي لازم تحط ما بين دبل كوت مثلا حرف الايه، حرف الاس، حرف اي حرف في الدنيا. طبعا ده المهم جدا، ده لازم يكون موجود. الاثنين دول بيكونوا اوبشنال، اختياري. ده التقطير النظري. يلا نتعامل معاها كده بشكل عملي. عندنا متغير اكس وفيه القيمه حسن، وانا رحت قلت له برنت، ها، ناديت على الاوبجكت اللي هو اسمه اكس، ورحت حاطط دوت عشان ادخل جوه منه واكلمه، فقلت له انا عايز كاونت. حلو، فمعاك. رحت حاطط ما بين دبل كوتس حرف الاي، واحنا لو واخدين بالنا ان حرف الاي في المتغير اللي اسمه حسن متكرر كام مره؟ بتكرر مرتين. فتيجي كده نعمل ران، فراح طلع لك 2 بالظبط كده. طيب خلينا كده نضيف الحاجات الجميله. فانا هقول له الستارت بتاعتك بتكون عباره عن 0، ها، جميل، شايف ده. والصفر ده طبعا اول الاندكسنج. الاند بتاعتك انا هخليها، هبدا بصفر واحد وهخليها له 2. فانت، ها، من 0 و1 و2، يعني الصفر هياخد حرف الاتش، الاي هياخد حرف الواحد، الاس هياخد 2، فبالتالي هيقول لي انا لقيتها مره واحده وواحده بس. دي الفكره، وده الاستخدام الداله او الميثود ده بشكل بسيط. يا رب اكون وفقت في عرض المفهوم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.